هنلاحظ بقى حاجة لطيفة جدا بالنسبة للريجنز كونفرجنس. في بعض الجنرال رولز كده بنقدر ان احنا نحطها عشان نبقى برضو لما نبتدي نحسب كومبينيشنز اوف فانكشنز يبقى عندنا تصور الريجن كونفرجنس المفروض تبقى عاملة ازاي. فاولا لو كان عندي لابلاس ترانسفورميشن لفاينايت سبورت فانكشن، فاينايت سبورت فانكشن يعني فانكشن ديفايند فور ا فاينايت بيريد، مش مايس انفينيتي انفينيتي، مش زيرو انفينيتي. اوكي، دايما الفاينايت سبورت فانكشنز دي بيبقى لها ريجن اوف كونفرجنس تبقى الهول اس بلين، ما بيبقاش عليها اي ريستريكشنز خالص. اوكي، لو انا عندي كوزال فانكشن، كوزال فانكشن دي بتكلم بقى على انفينيت سبورت بقى دلوقتي. اوكي، لو عندي كوزال فانكشن يعني فانكشن لها اف اوف تي بتساوي زيرو لكل تي الاقل من الصفر، هلاقي دايما الريجن اوف كونفرجنس بتاعتي هلاقيها بيسكلي عباره عن سيجما اكبر من قيمه معينه. اوكي، يعني سيجما اكبر من. اوكي، لو عندي انتي كوزال هيبقى عندي بقى الفانكشن هي عباره عن الار او سي بتاعتي تبقى سيجما اقل من قيمه معينه. عشان كده لو احنا بصينا في التيبل بتاع لابلاس ترانسفورميشن بتاع الوان سايدد لابلاس ترانسفورم، هلاقي كل الاوريجنز اوف كونفرجنس سيجما اكبر من، مفيش عندنا سيجما اقل من، لان كل الفانكشنز بتاعتنا بيسكلي لها اف اوف تي بتساوي زيرو لا تي اقل من زيرو. انا ضارب اف اوف تي في يو اوف تي بيسكلي بكل بساطه. اوكي، الانتي كوزال دي مش هتهمني قوي، لان انا فعليا بكلم معظم الاحوال على كوزال فانكشنز على الاقل بالنسبه للكونتينوس تايم سيستمز يعني. فعامه هنلاقي ان احنا في الانتي كوزال هنلاقي ان الكونديشن بتاعنا بيبقى العكس، بيبقى سيجما اقل من الايه الرقم معين، ما بيبقاش اكبر من رقم معين. لو انا عندي بقى نون كوزال، يعني لا هي كده ولا هي كده، النون كوزال دي بتبقى عندي بيسكلي تو كونديشنز، او ممكن اقسمها لجزئين، جزء كوزال وجزء انتي كوزال. اوكي، والاثنين مجموعين زي بعض، فبيبقى ساعتها بقى عندي ريجنز كونفرجنس بقى ايه، بتكلم على حاجه يعني ممكن تبقى اكبر من كذا واقل من كذا. يعني زي ما احنا كنا شفنا في المثال اللي احنا شفناه ده، كان في عندي تو فانكشنز مجموعين زي بعض، واحده كوزال واحده انتي كوزال، فكان بيسكلي السيجما كونديشن بتاعي كان سيجما اكبر من كذا واقل من كذا. اوكي، احنا اكشولي يهمنا اكتر كوزال فانكشنز، فيعني مش هيتلخبط كتير ان شاء الله في الموضوع ده.